السلام عليكم الدراري، خبر عاجل قل من ساعتين باش تلاحى الخوت. كاع المصادر والصحف العالميه كدوي عليه خصوصا الايطاليه والانجليزيه بخصوص زياش وميلان. ماشي هو هذا الخبر فقط، نعطيكم تفاصيل للعرض وشحال الثمن باش باغي نشريوه، كلشي في هذا لا فيديو حسب الصحفي انطونيو فيتيلو. نبداو بالتفاصيل. اول حاجه عندنا واحد الخبر كيخص نصيري مع ويست هام، حيث ان بعد تعاقد الويست هام الانجليزي مع نايف اجريد، ويست هام حاليا كتفاوض مع اشبيليا للتعاقد مع المهاجم المغربي القناص يوسف نصيري في الميركاتو الصيفي الحالي. ويست هام عرض 25 مليون ديال اليورو على الفريق الاسباني باش يتعاقدوا مع اللاعب المغربي بطلب من المدرب ديفيد مويس. وواحد القضيه الخوت، العام اللي فات كان طالب 40 مليون يورو واللاعب رفض ما بغاش يغادر، اشبيليا والاداره قبلات، وهذا العام نزل المستوى ديالو وبالتالي القيمه السوقيه نزلات ومبقاش يسجل اهداف كثيره، يعني عطاو ثمن قليل مقارنه بالعام اللي فات باش تعرفوا بان اللاعبين كل عام وشكرا لهم. وبخصوص حكيم زياش وميلان، هو عشق التالي في اخر دقائق والساعات القليله قالوا باللي كاين واحد الاقتراب ديال ميلان من نادي تشيلسي، وحاليا غادي يديروا واحد ابيل مع الاداره ديال تشيلسي باش يحاولوا ياخذوا زياش بنظام الاعاره ب 5 مليون يورو مع خيار شراء ب 20 مليون يورو. يعني الخوت اللاعب اللي شراو تشيلسي ب 40 مليون يورو حاليا عطاو عرض فقط يمكن يتشرى ديال 20 مليون يورو بنظام الاعاره ديال 5 حسب انطونيو فيتيليو. يعني ميلان رجعات على قبل زياش رغم انه كانت قريبا من واحد اللاعب كيلعب في بلجيكا، وبالتالي كل شيء حاليا قريب، وتوخيل غالبا غادي يضحي بحكيم زياش اللي هو الاقرب اللي تقدموا ليه عروض حتى الان، ولوكاكو تو قريب من الانتر. يعني زياش ولوكاكو يقدروا يتلاقاو عاوتاني العام الجاي في الدربي الايطالي ما بين انتر وميلان. اش بالكم في الخوش في الخبر، واش مزيان يمشي لميلان اولا يبقى في تشيلسي ويتقاتل المكان ديالو رغم ان عامين كنشوفوا القضيه وما نجحاتش. كنتمنى صراحه يمشي لميلان لعبه في الشامبيونز ليغ وعند لاعبين كبار رغم ان السيوله الماليه ديالنا ناقصه وما كتجيبش لاعبين بواحد النيفو اللي طالع، لكن على رغم ذلك عندهم واحد الجرينتا كما كنقولوا. تهلاو لي فراسكم.